دمشق. دمشق ذاك الوقت حركة البعث وما شابه. أوكي. عقبها سنتين صارت نكسة يوليو. أوكي. عدل ذاك الوقت 67 وأنت كنت هناك وكنت في وسط المعمعة. أنت صرت سكرتير لاتحاد الطلبة البعث. وما يصير يوصل هذا هذا المركز إلا إذا كان مسيس أو يسيس. أوكي. ولا شلون؟ جميل. نقطة مهمة. يعني أنا وقت الثانوية في بدايات الثانوية يعني كنت مشغول بالدراسة. في نهاية الثانوية جت القضايا السياسية هذه. وبعدين لما رحنا دمشق، أي خط اخترت، البعثي ولا القومي؟ لا خليني أطلع عليك القصة. فلما رحت دمشق وشفت ذاك الوقت أن رئيس الجمهورية طبيب ورئيس الوزراء طبيب، كان الأتاسي رئيس الجمهورية ويوسف زعين كان رئيس وزراء، وفجأة دخلوا المدري إيش وحطوا في السجن وكذا. وبعدين بدأت أسأل نفسي وش السياسة والأحزاب العربية هاي صدق؟ هل هذه سياسة؟ من ذاك الوقت أنا لم أؤمن بهالحركات. زين. ولكن احنا كنا في سوريا وكان مهم ان احنا نساعد الطلبة اللي جايين البحرينيين، كان مهم ان نحاول ندخلهم الكليات وندخلهم. انا مثل ما تفضلت كنت سكرتير الرابطة، فكان مهم ان نحصل بعد حق طلبة. فكان بالنسبة لنا مهم ان لا ندخل في مجابهة مع احد، كنا نتعامل بكل هدوء واحنا طلبة ما جاينا نغير البلد. أي بلد نروح نشوف الأشياء الجميلة، الأشياء السلبية ما لنا دخل فيها.